بفضل الله بنشاط رياضة لذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم العالية، جمعية ألمانية السورية، برعاية جمعية ألمانية السورية الحرة. نشكرها على اهتمامها بالمرضى في الشمال السوري، بتقديمهم أجهزة طبية، تقديمهم أدوات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، منها الكراسي والنقالات والمشايات. وهم كمان كملوا معنا العمل بنشاط رياضي لذوي الهمم العالية، بتقديم لهم اللباس والهدايا والجوائز وهذه المباراة. مصاب حرب من 2015، جيت على الشمال السوري، أسست فريق طابية وسميته فريق الصقور ذو الهمم العالية. إصابتنا الحمد لله ما عاقتنا، أسسنا الفريق الحمد لله ونجحنا فيه، واليوم كانت اللعبة كثير حلوة وكان الفريق الصقور هو الفائز. وطلعنا ضمن مبارياتنا كمان بدينا بدولة التركية، طلعنا على تركيا من 3 سنوات، لعبنا مع فريق مرعاش الحمد لله، كانت النتيجة إنا 2-0 2-1، والحمد لله هون في المحرر ما حدا تغلب علينا الحمد لله. فازوا فرق علينا جول واحد والحمد لله، أمور ممتازة يعني، ولياقة ممتازة الحمد لله رب العالمين.